استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قاعدة الصخير الجوية هذا اليوم معالي السيد فيكتور زيبكوف المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للتعاون مع منتدى الدول المصدرة للغاز ورئيس مجلس إدارة شركة غاز بروم الروسية الذي يزور المملكة حاليا للمشاركة في فعالية معرض البحرين الدولي للطيران 2018، حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بدوام الرفعة والتقدم، فيما كلفه الملك المفدى بنقل تحياته وتمنياته لفخامته ولشعب روسيا الصديق تحقيق المزيد من التطور والازدهار. خلال اللقاء رحب جلالة الملك المفدى بالمبعوث الروسي واستعرض معه علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين، مشيدا جلالته بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات على الصعد المختلفة وبخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، ومؤكدا أيده الله تطلع مملكة البحرين لفتح آفاق أرحب للتعاون والعمل المشترك مع روسيا الاتحادية وتطويره على كافة المستويات بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. كما أعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره لروسيا الاتحادية على هذه المشاركة الفاعلة في معرض البحرين الدولي للطيران والذي يعكس تميز العلاقات البحرينية الروسية، مؤكدا جلالته على الدور الهام الذي يمثله معرض البحرين الدولي للطيران في اكتساب المعرفة وتبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات الحديثة في عالم الطيران والملاحة الجوية. كما أشاد جلالته بالدور الفاعل الذي تطلع به روسيا الاتحادية بقيادة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين على الساحة الدولية وبحرصها على تعزيز الأمن والسلم العالميين. من جانبه أعرب المبعوث الروسي عن شكره وتقديره لصاحب الجلالة على ما يبديه جلالته دائما من حرص واهتمام على تطوير علاقات البلدين الصديقين، ومشيدا بمعرض البحرين الدولي للطيران وبما وفرته مملكة البحرين من كافة الإمكانات والتسهيلات الكبيرة لإنجاحه وبالمشاركة الواسعة من مختلف الدول وشركات الطيران العالمية الرائدة.